قفازات إيميلي، حكاية من التراث الإنجليزي. في قديم الزمان وفي قرية من قرى إنجلترا، كان يوجد بيت صغير على قمة الجبل. وقد قيل بأن هذا البيت الأبيض كان مسكونا من قبل شخص قيل عنه بأنه مشعوذ. الحقيقة هذا الرجل العجوز الذي عاش في البيت كان غريب الأطوار، ولهذا قالوا عنه إنه مشعوذ. ومع أن الرجل العجوز لم يخرج كثيرا، إلا أنه كان يعلم كل شيء عن القرويين وما يجري في هذه القرية. فمثلا كان يعلم من هو الكاذب ومن هو الشقي ومن هو الذي لا يفي بوعوده من بين الأطفال. ولما اختفى هؤلاء الأطفال واحدا تلو الآخر من القرية، شاعت بين القرويين أنها من أفعال الرجل العجوز. في إحدى مزارع القرية كانت هناك فتاة تدعى إيميلي تعيش مع أمها. أسرع يا إيميلي، يجب أن تحضري الماء قبل عودتي من الحقول. هيا. حاضر يا أمي. كان على الأم أن تشتغل من الصباح الباكر حتى آخر الليل، وذلك بسبب فقرهم، وكانت دائما سريعة الغضب ربما من شدة تعبها. لم تعتني بالدجاج بعد؟ من الذي سيطعم الدجاج أثناء النهار؟ حاضر يا أمي. دائما تقولين حاضر حاضر، كلمة حاضر لا قيمة لها عندي. هيا اغلي لي بعض الماء. حاضر. لقد تعودت إيميلي على توبيخات أمها، وأصبحت دائما تجيبها حاضر يا أمي، حسنا يا أمي، حتى وإن كانت لا تستطيع أن تفعل ما يطلب منها. وكان عليها أن تتحمل في بعض الأحيان التوبيخات وتنساها، ومع ذلك كانت الأم تحبها كثيرا. وفي يوم من الأيام اشترت الأم قفازات حمراء جميلة لابنتها. رائعة يا أمي، أشكرك. جميلة جميلة، أنا سعيدة. ولكن الأم لم تتوقف عن توبيخها بين الحين والآخر. حافظي عليها، إنها غالية الثمن، لن أشتري لك غيرها إذا أضعتيها، هل فهمتي؟ ها؟ فهمت يا أمي، أشكرك. مع السلامة. مع السلامة. طبعا هذه المرة سوف تطيع أمها، لأنها لم تستطع حتى التفكير بفقدان قفازاتها الثمينة. انظر يا سيدي، قفازاتي الجميلة، انظر انظروا جميعا، قفازات حمراء رائعة. وهكذا سارت إيميلي في القرية عارضة قفازاتها الحمراء على الجميع. كانت القفازات الحمراء ترفرف على أيدي إيميلي مثل الأعلام. وفجأة نظرت إيميلي إلى يديها ولم يكن فيها إلا قفاز واحد. يا إلهي، أين اختفى؟ ماذا ستفعل الآن؟ لقد ضاع فرد من قفازها الثمين، حتما ستوبخها أمها. كان عليها أن تعمل المستحيل لتجدها، وسألت جميع من قابلت في ذلك النهار ولكن بدون جدوى. رأيت قفازي؟ كلا. وغابت الشمس ولم تعثر إيميلي على القفاز. وفجأة ودون أن تعلم وجدت نفسها أمام البيت الأبيض. ربما يستطيع الرجل العجوز الذي يعرف كل شيء عن القرية مساعدتي. ولم تهتم إيميلي لما أشيع عن ذلك الرجل في القرية، كان المهم بالنسبة لها أن تعثر على القفاز. سيدي، هل تعرف أين قفازي؟ لقد ضاع مني. أجل، هل هذه قفازتك؟ رائع، أين وجدتها؟
مكان ما أنت لا تعرفينه. شكرا يا سيدي، شكرا. قبل أن أعيدها إليك يجب أن تعديني بأنك لن تخبري أحدا بأنك وجدت القفازة في بيتي. أعدك يا سيدي. وإذا أخبرت أحدا سوف أخذك من فراشك، وذلك حينما تدق الساعة في منتصف الليل. هل فهمت يا عزيزتي؟ نعم فهمت يا سيدي. أحقا فهمت؟ نعم يا سيدي. حسنا خذيها. شكرا لك يا سيدي، مع السلامة، شكرا لك. وحدث أن سمعت الأم عن القفازة الضائعة من جارتها. أمي أمي أنا جائعة يا أمي. والآن وبعد أن عادت إيميلي حتما ستسألها الأم عن القفازات المفقودة. أين فقدت قفازتك؟ قلت لك حافظي عليها، أين وجدتيها؟ من الذي وجدها؟ قولي. وجدها الرجل العجوز الذي يعيش في... وبعد أن أخبرت أمها تذكرت إيميلي وعدها للرجل العجوز. ولكن يا أمي أنا جائعة، جائعة جدا. لم يكن موضوع الرجل العجوز ذا أهمية بالنسبة لها، وكعادتها كانت لا تعير أهمية للوعود التي تقطعها على نفسها. لذيذة، جائعة. وفي تلك الليلة ذهبت إيميلي كعادتها إلى غرفتها ودخلت في فراشها، ولكنها كانت قلقة. لماذا كانت القفازة في بيت الرجل العجوز؟ أين المكان الذي يعرفه هو ولا تعرفه هي؟ بدأت إيميلي تتأسف لأنها لم تفي بوعدها للرجل العجوز. يا إلهي أنا خائفة، يا إلهي. يجب أن أغلق النافذة بإحكام وهكذا لا يستطيع الدخول. أجل. لم تكتفي إيميلي بإغلاق نافذة غرفتها فقط، بل أغلقت جميع نوافذ وأبواب البيت بإحكام. وحتى بعد أن أغلقت كل شيء لم يذهب عنها الخوف، بل على العكس زاد رويدا رويدا. إذا أخبرت أحدا سوف أخذك من فراشك عندما تدق الساعة منتصف الليل. كم ندمت إيميلي لعدم وفائها بالوعد الذي أعطته للرجل العجوز. أخيرا أعلنت الساعة 12 إلا 5 دقائق. إذن بقيت 5 دقائق ويحين موعد حضور الرجل العجوز. إيميلي لقد صعدت العتبة الأولى. إيميلي لقد صعدت الثانية. ولم تعرف إيميلي مصدر الصوت، ولكنها كانت تسمع همسة العجوز. إيميلي إني على العتبة الخامسة. إيميلي والآن على السادسة. إيميلي إنك أمام غرفتك. استيقظت إيميلي وعلمت بأنها كانت تحلم. إذن كل ذلك كان مجرد حلم لأنها لم تفي بوعدها. أما حكاية ذلك الرجل العجوز الذي وصف بالشعوذة فإنها حكاية كاذبة
ولا أساس لها من الصحة.